عنها. كنت عايش يعني في سؤال في خضم ردود الافعال الغنيه جدا من كافه الشعب ومن كافه المستويات، من ابسط الناس الى اعظم العقول الى اعلى المناصب. كان عندي سؤال، وبعدين يعني هل هيظل او هتظل فكره حلم العلم فكره اعلاميه، لقاءات يتبعها حوارات او تغطيه اعلاميه ثم التغطيه الاعلاميه تتبعها لقاءات ثم اللقاءات تتبعها، يعني كيف يتم كسر هذه الدائره؟ ازاي هذا المشروع يتحول الى خطوات؟ طيب انا راجل بتاع شعر، يا ترى مين اصحاب الفعل اللي هيكملوا يعني او هيحولوا احلام الشعراء الى حقائق على الارض؟ الحقيقه منذ اللحظه الاولى كان بجانبي صديقي العزيز الاستاذ محسن بدوي، وكان هو ومجموعه قريبه من الاصدقاء متحمسين جدا للفكره. لما بحثت عن من يحمل مهمه تحويل الفكره الى عمل، انا ومجموعه من الاصدقاء دول لم نجد افضل من الدكتور او مش الدكتور من الاستاذ محسن بدوي، باعتباره راجل فكر ورجل عمل في نفس الوقت. بيصحى بدري، دي حاجه بتذلني، لان انا يعني النهارده يوم استثنائي برضه في حياتي ان انا صاحي في هذا الوقت من اليوم. محسن بدوي بالفعل احد المأمونين بانقاذ هذا الوطن من عثرته عن طريق المنطق والعقل والعلم. طيب يعني محسن في النهاية ما هو فرد، يعني زي ما أنا فرد، محسن بدوي فرد برضه، لسه في حاجة ناقصة. أثناء تفكيري في الدعوة لاستقبال متطوعين، فوجئت بقى بيد السماء ممدودة إلي، إن المتطوعين دول حد عندي. اتصال تليفوني من مجموعة شباب تحت مسمى جميل أبناء مصر، عايزين نقابلك، تفضلوا. هؤلاء الشباب زي ما عرفت منهم مجموعة انطلقت على الإنترنت. أولاً هم مجموعة مميزة على المستوى الإنساني والأخلاقي والعلمي، أيضاً على مستوى الصدق وعلى مستوى الوطنية وعلى مستوى العطاء. اللي جمعهم على الإنترنت إنهم عايزين يعملوا عمل موحد إنساني قد يكون، خيري قد يكون. انما بدل ما نقعد يعني بمنطق يعني نضيء شمعة الظلام افضل، او نضيء شمعة افضل من ان نلعب الظلام. كانوا بيشوفوا اي قضية انسانية موجودة في الجرائد ويتفقوا على انهم يدعموا الجانب الانساني في هذه القضية الى ان ينجزوها دون اعلان.
انه مجموعه فقراء اتهدت بيوتهم، المحافظه مش عايزه تديهم بيوت بديله، فيروحوا يتبنوا هذا المشروع ويروحوا يقابلوا المسؤولين الى ان يتم، على سبيل المثال انا بقول يعني، وده حصل بالفعل، موقف حصل بالفعل معهم، الى ان يتم تسكين هؤلاء الفقراء في بيوت بديله بالفعل. اول لقاء ليا بهؤلاء الشباب وبعد ما عرفت عنهم قالوا لي احنا خدنا قرار انه مشروعنا المهم الكبير القادم هو تحويل حلم العلم الى حقيقه. الشهور اللي فاتت كانت عباره عن اجتماعات وحوارات وخلافات وخناقات، بس كلها في الخير الحقيقه. لحد النهارده وانا قاعد معاكم واتفرجت على للمره الاولى بشوف الفيلم اللي حصل ده، ويمكن شفت المشروع الاولاني للبرزنتيشن ما كنتش شفته كله. وانا قاعد في السيكو النهارده وقاعد بتفرج على الخطوات البسيطه وانا قاعد بلمس البروشور ده اللي هو في عليه لوجو رسمه فنان مصري جميل وكبير جدا وله حضور على المستوى العالمي، الفنان ايهاب شافعي. ثم انه المعهد الكندي في مصر يتبرع عينيا، لان زي ما قلنا في البرزنتيشن مفيش حد بيدفع مليم قبل ان يكون المشروع له كافه الضمانات القانونيه، انه المعهد الكندي يتبرع بطباعه الالاف من هذه البروشور، انه اقدر المس هذا البروشور اللي بيشرح الفكره بالفعل. قبل كده قبل النهارده كان زي ما وصفت لكم حمله اعلاميه ليها اهميتها وليها دورها بالتاكيد، انما اخطر شيء على المشاريع انها تتحول الى مجرد حمله اعلاميه وتدور في هذه الدائره. ان لم يكسر او لم تكسر هذه الدائره، لذلك هتلاحظوا انه حصل حاله صمت اعلامي طوال الشهور اللي فاتت، والحقيقه انه ان انا كنت قاصد ده، ودعيت اكثر من مره لبرامج مميزه جدا من اجل ان اتحدث عن حلم العلم، وقلت لهم يا جماعه اجلوا هذه اللقاءات، اجلوا هذه اللقاءات لحد ما يبقى في شيء حقيقي، شيء نقدر نحسه ونقدر نلمسه ونقدر نشوفه بعينينا، حتى نعود مره اخرى الى فكره الحضور الاعلامي، فيبقى حضور اعلامي حقيقي على اساس شيء بيتم بالفعل على الارض، مش مجرد افكار معلقه في الهواء. هذا بعض من كثير موجود في صدري، انما انا اكتفي بهذا القدر واعيد توجيه الشكر لصديقي الجميل محسن بدوي الذي يتحمل مجهود كبير في هذا المجال، ثم اعيد توجيه الشكر الى ابنائي واخواتي الصغار في مجموعه ابناء مصر، اعيد توجيه الشكر لكل عالم ولكل باحث يعمل في صمت ويجد ان نصيبه من الاموال والاضواء لا يصل الى واحد على مليون مما يحصل عليه لاعب كره متوسط المستوى، حي اساتذه مركز القوم للبحوث من اكبر استاذ فيهم لاصغر باحث، وبقول ان انتوا اخترتوا الطريق الصح
الحياة، وإن شاء الله هذا الطريق الصعب يوجد لمصر أعظم إنجازاتها، وعلينا أن احنا نسرع الخطوات حتى تتحقق أحلام حقيقية.